ايش السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنتكلم على اللي هو effect of subthreshold stimulus. هنشوف subthreshold stimulus هيعمل ايه على مستوى العصب. ولا قال لك في حاجه اسمها الكتروتونس اللي هي دي، في حاجه اسمها اللوكال ريسبونس. اول حاجه يعني نعرف ايه هي الالكتروتونس. والله الالكتروتونس ده بيقول لك التعريف بتاعه اللي هو ايه، بيقول لك تغيير كهربيه العصب او الاكسايتابل تيشو. بيقول لك ايه altered electric state of excitable tissue، يعني تغير كهربية الكهرباء بتاعة ال excitable tissue. تمام، طب ده معناه ايه بقى؟ بيقول لك ايه هنا، بيقول لك ايه اهو، بيقول لك localized potential change occur in nerve due to sub threshold constant stimulus. انا مش فاهم الصراحه يعني الكتاب بيقصد ايه بسبستريشن كونستانت ستيمولس، بس لان تحت دلوقتي هنقول كلام مختلف. بس خلينا نقول حاجه، الاستيمولس هنا ده هنا نوعين، استيمولس ممكن يعمل اثاره واستيمولس ممكن يعمل انهيبيشن. تمام، يبقى هنا المؤثر او التغير في البيئه اللي حواليك يا اما هتعمل لك اثاره يا اما تعمل لك خمول. طب قال لك حلو، قال لك طب في حاله الالكتروتونس ده هنجيب الاستيمولس بتاعه منين؟ لك هنجيبه من البطاريه. والبطارية انتوا عارفين ان فيها هنا مثلا كده جزء اسمه انود اللي هو البوستيف، ولا هنا البوستيف اهو، والله ما فاهمش. هنا البوستيف اللي هو البوستيف ده الانود، والنيجاتيف ده الكاثود. تمام، قال لك هنجيب بطارية ونعمل استيميوليشن للعصب. بس بيقول لك البوتنشال تشينج اللي هتحصل عند الكاثود الاند هنسميها كات الكترونس، واللي هتحصل عند الانود الاند هنسميها ان الكتروتونس. حلو قوي، تعالوا نشوف بقى. والله دي اهو عصب، ده عصب كده وهنوصله ببطارية. تمام، لو افترضنا ان ده الجزء السالب وده الموجب. طب ماشي، معلش عشان بس المكان هنا ضيق، فايه نطلع بره احسن. تمام، ادي العصب بتاعنا اهو، ناخده باللون الاصفر مثلا، ده كده عصب بتاعنا. تمام، وادي البطارية بتاعتنا اهي، وهنوصل هنا كده الكترود بيها وهنا الكترود تاني. افترض مع ان ده الموجب وده السالب، احنا اتفقنا ان السالب هو الكاثود والموجب هو الانود. حلو اوي. السالب ده هيحط هنا شحن سالبة بره الخلية، يعني ادي العصب اهو. تمام، وده الغلاف الخارجي بتاعه. تمام، معلش. ماشي، حلو. ادي العصب بتاعنا. تمام، انت هنا عمال تزود شحن السالبة. طب ايه اللي هيحصل؟ ما هو بالتالي انت عمال تزود هنا الشحن السالبة بره، يبقى انت عم بتزود الممبرين بوتنشال. يعني انت لو بصيت هنا كده البتاع بتاعنا ده، نفترض ان الريس عندك سالب 70، ما انت عمال بره تزود الشحن السالبة، فبالتالي الفرق ده هيقل ويطلع، يبدأ يطلع شوية. طب قال لك الفرق ده في الطبيعي كام؟ قال لك والله في حالة الالكتروتونس ده بيبقى حوالي 7 مللي فولت. يعني مثلا بدل ما هو هنا سالب 70 يطلع مثلا لكام؟ سالب 36. ففرق صغير جدا، يعني فرق مش يكاد لا يذكر. طب هنا الناحية التانية انت بتعمل ايه؟ هنا انت بتزود الموجب بره. طب لما تزود الموجب بره يبقى انت كده بتعمل حاجة هنا، طبعا هنا بتعمل ديبولاريزيشن. تمام؟ لما انت تزود بقى الموجب بره هنا بتعمل هايبر بولاريزيشن. تمام؟ يبقى انت بعدت عن البولاريزيشن خالص. لا، انت بتنزل بقى كده لتحت، انت كده بتنزل لتحت. تمام، مش بتطلع لفوق في حاله الهايبر بولاريزيشن. تمام كده، اعتقد يعني احنا فهمنا ليه يعني ايه الكاثود هو القطب السالب هيحط شحنات سالبه هنا، والانود القطب الموجب يحط شحن موجبه. لما السالب يزيد بره العصب يبدا يحصل له استثاره والفرق الجهد يقل ويروح ناحية البوستيف، لأن الخلية يعتبر يعني أنت هنا لو جوه أصلا بوستيف أنت عمال تزود النيجاتيف بره، فالبوستيف هيقل كأنه يعني نسبة وتناسب، بوستيف هيقل جوه تقريبا كنسبة لبره. هنا هيحصل العكس في الهايبر بولاريزيشن أو ناحية الأنود. تعالوا بقى نشوف الباوربوينت هيقول إيه. هنا بقى في الكتاب عمال لك مقارنة ما بين الإلكترو الكال اللي هو الكال إلكتروتونس والان الكتروتونس. قال لك والله ده بارشال ديبولاريزيشن حوالي 7 مللي فولت، كلام لا يذكر يعني. تمام،
اقل كمان، هو اقل من 7 ملي فولت. اللي هنا بيقول لك هايبر بولاريزيشن، تمام. طب ايه الكوز؟ قال لك الباسيف اديشن اوف نيجاتيف تشارج از اوتر ميمبرين. احنا اتفقنا ان القطب اللي هو الكاثود ده هو القطب السالب، فيحط نيجاتيف تشارج، لما النيجاتيف تشارج تتحط البوستيف هيقل جوه او النيجاتيف هيزيد بره، فبالتالي ده انت بتروح ناحيه بولاريزيشن بعكس التاني. هنا هتحط بوستيف تشارج، الانود معناها بوستيف، فبالتالي انت عمال بتعمل هايبر بولاريزيشن. طب ماشي، انت عملت انت انا رايح ناحيه البولاريزيشن، ايه رايك بقى الاكزايتابيلتي هيحصل فيها ايه؟ انكريزد، تمام. والكورناكس اللي احنا قلنا عليه في الاول خالص قلت لك ان هو بيقيس الاكزايتابيلتي، الوقت بتاعه يقل، معنى كده ان الاكزايتابيلتي زادت. هنا طبعا هيحصل العكس، هنا الاكزايتابيلتي هتقل لانك هايبر بولارايز اصلا، تمام، وده هيؤدي الى لون كورناكسي، العصب هيحتاج وقت اطول للاستثاره. طب ماشي، افترض انك زودت الفولت بتاع البطاريه وعملت مور السيميوليشن، ايه اللي هيحصل؟ انت عملت زود سالب بره، سالب بره، زود 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 سالب بره، ده هيعمل حاجه اللوكال ريسبونس اللي احنا قلنا عليه قبل كده، وصوديوم شانل هتفتح والكلام ده. خلي بالكم ان 7 ملي فولت هنا مفيش اي صوديوم شانل فتحت لسه، هنا في الكات الكترونس مفيش صوديوم انفلكس اصلا، تمام. خليك بس يعني دي عمليه بس دي مهمه، كلمه مهمه جدا، بس مفيش اي حاجه بتفتح ومفيش اي حاجه بتتاثر، تمام. وبرده هنا بس حلو، ماشي. طب هنا بقى ايه قلنا هيحصل؟ لوكال ريسبونس وشويه بقى ايه. هنا في الحاله دي لو زودت الاستيميليشن الصوديوم شانل هتفتح وفي صوديوم انفلكس هيحصل، تمام. طب هنا اللي هيحصل بقى لو حصل اللي هو زودت الاستيميليشن، يعني زودت البوزيتيف ايون بره، زودت البوزيتيف ايون بره، ايه اللي هيحصل؟ قال لك هيحصل بلوك. يعني ايه هنا بلوك؟ يعني تيجي تدي العصب استيميوليشن مش هتعرف لانه هايبر بولارايز، فدي هنا الفكره معناها بلوك في حاله هايبر بولارايزيشن. هايبر بولارايزيشن، تمام. تعالى بقى ندخل على اللوكال ريسبونس. قال لك الاول حاجه اللوكال ريسبونس ده معناه كده اكتب ايه، يعني عايزك تكتب جنبه اكتب ايه، دي بولارايزيشن، رايح ناحيه دي بولارايزيشن. فهو بيقول لك هيحصل عند الكاثود اللي هي النيجاتيف تشارج، بيقول لك لو عند الكاثود لو زودت الاستثاره بتاعه العصب، بيقول لك هيحصل انكريس في البولاريزيشن بس لانك بالذات بتحط نيجاتيف تشارج من الكاثود، وبارشلي اكتف، بارشلي اكتف هنا دي ناقصه معلش. طب ده ليه بقى؟ لان البارشلي ديبولاريزيشن زي ما انتم شايفين هنا الجزء ده كده الديبولاريزيشن ده هيعمل ايه؟ صوديوم انفلكس، تمام. فده هيبقى نص باسيف ونص بارشالي اكتيف اللي هو بقى اوبننج صوديوم شانل. هتم بقى بيرديوس من 7 ل 25 مللي فولت من الديبولاريزيشن، يعني مثلا كده اهو لو ده احنا قلنا ان ده سالب 70 ده هتوصل مثلا لكام؟ سالب 55، وهوب تطلع كده، تمام. كده بيقول لك ايه؟ بس الاوبند جيت نوت انف تو بروديوس اكشن بوتنشال، وغير ان البوتاسيوم ايه فلاكس بريفنت. فاكرين لما قلت لكم في الاول ان اي ديبولاريزيشن هيحصل هيفتح الصوديوم شانل وهيفتح في نفس الوقت معاه البوتاسيوم شانل، تمام. هيفتح البوتاسيوم شانل معاها، تمام. فالبوتاسيوم كده كده بيطلع، اوف سوري معلش مش عارف ايه اللي بيحصل ده. فالبوتاسيوم شانل كده كده ايه طيب البوتاسيوم هيطلع، تمام. فبالتالي اي ديبولاريزيشن هيحصل لازم في بوتاسيوم هيطلع معاه، وبوتاسيوم شانل ديلي كلوجر، يعني من الاخر كده البوتاسيوم هيمنع حدوث الاكشن بوتنشال عشان هيطلع يعمل ريبولاريزيشن. تعالوا نبص هنا، لك ديبولاريزيشن بتاع الممبرين هيعمل ايه؟ هيفتح الاوبننج فولتج جيت شانل بوتاسيوم شانل، هيطلع هيزود البوتاسيوم برميابيليتي، يطلع البوتاسيوم بره، يبقى بالتالي بوزيتيف هيزيد بره، تمام. يعمل ريبولاريزيشن ممبرين بوتنشال، فده هيمنع الاكشن بوتنشال، تمام. بيقول لك بس ريشيو اوف اكشن بوتنشال تكر وذ رابيد ريبولاريزيشن، يعني هتمنع الاكشن بوتنشال مع وهتعمل ريبولاريزيشن. حلو، تعالى بقى نشوف ايه هي الميتابوليك. كده احنا خلصنا اللي هو الافكت اوف سب ثريشولد ستيمولس، تعالى بقى ندخل نشوف الميتابوليك تشينج اللي بتحصل مع النيرف اكزايتيشن.
والله قال لك النيرف اكسايتيشن محتاج طاقة. طب هيجيب الطاقة بتاعته منين؟ قال لك عندك الجلايكوجين ده اللي هو النشا. الجلايكوجين ده يعني انت الطاقة في الجسم تيجي من جزيء جلوكوز. حلو، جلوكوز مع جلوكوز مع جلوكوز، وحط بقى هنا عدد كده وعدد هنا، ده كده ده كله كده هنسميه جلايكوجين، وده بيتخزن في الليفر علشان لما تحتاج طاقة أو جلوكوز ده بيتكسر وتحول لجلوكوز، وايه يدي تدخل كريب سايكل وتدي الطاقه. تمام. فجلايكوجين هيدينا جلوكوز، الجلوكوز هيدي لاكتيك اسيد زائد اي تي بي. هو ده طبعا في حاله الانيروبيك، لو في حاله ما فيش اكسجين. تمام. يقول لك ايه بقى الاي تي بي دي هتعمل ايه؟ الاي تي بي دي والله تروح تشغل الصوديوم بوتاسيوم بامب، والصوديوم بوتاسيوم بامب احنا قلنا انها ليها دور في رسم رين بوتنشال اللي هي ال 4 مللي فولت اللي انا قلت لكم عليه قبل كده، عشان هتطلع 3 صوديوم وتدخل 2 بوتاسيوم، ففي هنا خلقت واحد نيجاتيف كده جوه الخليه. تمام. وغير الكوندكشن اوف نيرف امبلس قلت لكم برضو عليها، نفترض ان البوتاسيوم دي اللي هي البوتاسيوم صوديوم شانل دي تعطلت في الخلية. تمام. ايه اللي هيحصل؟ الصوديوم هيدن جوه البوتاسيوم بره، يجي هنا اكشن بوتنشال او دوبرايزيشن، يفتح الصوديوم شانل، مفيش صوديوم يدخل اصلا، الصوديوم كله جوه، فبالتالي الدنيا هنا كده هتقف، مفيش حاجة هتحصل تاني، كل حاجة هتقف لحد ما الصوديوم بوتاسيوم بام دي ترجع تشتغل تاني. وبعدين نفترض حتى ان يعني ابتدى لو فتح الصوديوم فلاكسرفين، ايه اللي هيحصل؟ الصوديوم اللي بره ده هيطلع بره بحيث ان هو يتعادل، طيب يبقى التركيز هيبقى 70 ل 70، والبوتاسيوم لو فتح هيبقى نفس الفكره برضو، لان اللي كان بيراجع كل حاجه لمكانها خلاص اختفت. فحتى في ناس في كده في كتب بيقول لك ايه، لما الصوديوم بوتاسيوم بامب بتقف البوتنشال تدريجيا بيروح بيبدا يختفي لحد ما يوصل لزيرو زيرو، وده بوتنشال زيرو في الخلايا، ده معناه على فكره ان الخلايا ماتت. يعني في برضه كتب كده بيقول لك ان احنا عايشين بسبب الكهرباء اللي في الخلايا دي اصلا. نقول بقى بيقول لك ايه، النيرف ريتش في الفيتامين بي 12 لان الفيتامين بي في 12 ريكوير فور ميتابوليزم، واكتب جنبه كده ده مهم في المينتيننج بتاع المايلين شيز. يعني حتى تعرفوا الناس الكبار اللي هم عندهم مشكله في الاعصاب معظم بتلاقيهم معظم بياخدوا فيتامين بي 12 ده، فده مهم قوي يعني عشان يحافظوا على المايلين شيز بتاعهم، ده مهم جدا، المعلومه دي مهمه على فكره طبيه. كده خلصنا الميتابوليك تشينج، تعالى ندخل نشوف الايه الثيرمال تشينجز. لا لك في كذا هيت بتحصل، عندك ريستنج هيت ده اللي هو بيزل ميتابوليك ريت، اي خليه في الجسم بتعمل ليها لو ميتابوليك ريت لازم تحافظ عليه وبتنتج طاقه ليه، فده ايه قلنا ديو تو لو ميتابوليك ريت. انيشال هيت ده بيقول لك بقى ايه، ده البريك داون اوف اي تي بي فور اكشن بوتنشال اللي هو صوديوم بوتاسيوم بامب، ما عندكش غير بتستخدم طاقه. تمام. فور اكشن بوتنشال خلاص، يبقى فكك حتى صوديوم بوتاسيوم بامب خلاص، اعرف ان هو بس لازمته ان هو الاكشن بوتنشال. طب الريكفري هيت 30 مره قد الانيشال هيت، ومحتاج ان هو بيعيد تصنيع الاي تي بي عن طريق الايروبيك رياكشن اللي هي الكريبس سايكل والكلام ده. تمام. يبقى ده هنا ريسنسز اوف اي تي بي، يبقى اول واحد اللي هو ميتابوليك ريت اكشن بوتنشال ريسنسز اوف اي تي بي. حلو قوي. بيقول لك ايه بقى البروبيرتيز بتاعت الميكسد نيرف، احنا اتفقنا قبل كده ان الميكسد نيرف ده ايه، ميكس عصب اهو كده، في واحد كبير واحد صغير وواحد كبير واحد وسط واحد كبير واحد صغير وهكذا، واتفقنا ان كل واحد من دول هو ايه، مثلا بي وسي، اتفقنا ان كل من دول كل واحد ليه سرعه، كل واحد ليه فيلوسيتي معينه، وكل واحد ليه ثريشولد معين. تمام. فلازم نرى الاختلاف ده اهو. بيقول لك الكونسيست اوف ميني نير فايبر باوند توجذر ان فايبرس انفلوب كولد ابنيوريوم، يعني هنا بره كده البتاع اللي بره ده كده اسمه حاجه فايبر كده اسمه ابنيوريوم. تمام. ابي يعني فوق بالمناسبه، ابي معناها فوق، ونيوريوم يعني عصب فوق العصب. يقول لك اتش فايبر اوبي اول اور نون لو فول سميشن اوف نيرف ديبند اون انتنسيتي اوف ستيمولس كولد كومباوند اكشن بوتنشال. بيقول لك يعني ايه، يعني النيرف ده كده هيمشي طبعا اول اور نون لو اول اور نون لو، ده شرح وده شرح وده شرح. تمام. بس ده بقى معنى كده ايه، بيقول لك يعني معنى كده عشان تعمل استثارة العصب ده كل نيرف من دول
لازم تستثيره بالطاقة اللي بتخليه يستثار. يعني ما تجيش مثلا تعمل استثار للعصب الصغير ده وعايزه يعمل استثار ده معاك، لا يبقى ده اللي حصل له استثار، ده مش هيحصل له استثار، وهكذا. يقول لك ايه استيميشن فيكسد نيرف ديبند اون انتنسيتي، اهو ديبند اون دي مهمه، انتنسيتي اوف ستيمولس، لانه بيتكون من اعصاب متعدده كل واحد ليه ثريشولد معين، تمام، وبيحصل الكومباوند اكشن بوتنشال اللي احنا قلنا عليه قبل كده. اديت سب ثريشولد بالنسبه لاصغر عصب موجود مثلا، العصب ده لو اديت له سب ثريشولد ده هيحصل له ستيميليشن، ولا الكبير هيحصل له ستيميليشن؟ طب اديت ثريشولد، بيقول لك البوتنشال اوف تشينجز اوف سم مور اكزايتبل فايبر، يعني معنى لو عندك الصغير ده اديت ثريشولد بتاعه ده ممكن يستثير بس كبير لا. طب اديت سوبرا ثريشولد، خلاص بقى مور ومور، عندك واحد صغير او واحد وسط اهو واحد كبير، ده وده يحصل لهم مثلا وده لا. طب اديت الماكسيمال بقى، ده هيدي الماكسيمال، يعني خلاص الصغير هيستثار والوسط هيستثار والكبير هيستثار، تمام. طب السوبرا ماكسيمال هو خلاص، انت اذا كان ماكسيمال يدي استثاره في كله، يبقى اكيد ده السوبرا ماكسيمال كمان هيدي استثاره في كله. حلو ماشي، شكرا.